بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي القناة الوطنية الأولى أحباء الرياضة، مرحبا بكم إلى هذا النقل المباشر من الملعب البلدي بسليمان لحظات وانطلاق لقاء المستقبل الرياضي بسليمان والملعب التونسي، مباراة حساب الجولة السابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، لقاء متقدم كان المفروض باش يدور غدوة، لقاء قدموه إلى يوم الجمعة قبل يعني بقية المباريات باش تدور بين يومي السبت والأحد. أتقاسم التعليق على المباراة مع زميلي العزيز فخري الطاهري. تفضل فخري. اهلا وسهلا بك شكيب، تحية ليك والى كل مشاهدينا الكرام من ملعب سليمان. بعد لحظات باش نكونوا في متابعة لمباراة مستقبل سليمان والملعب التونسي بين زوز فرق اللي عندهم نفس الرصيد من النقاط، وستكون كذلك التصريحات شكيب ما قبل ضربة البداية مع الزميل سفيان الوجه. اهلا وسهلا سفيان. اهلا وسهلا بك فخري، شكرا لك، شكرا لشكيب. معايا المدرب المساعد للملعب التونسي سي جمال بالطيب ومدرب المساعد للمستقبل بسليمان سي الشماخي. نبداو بالفريق الضيف، الملعب التونسي اليوم ينزل ضيف على مستقبل سليمان مع مدرب جديد. انت بقيت في كنت مستاف الاول مع سينيس بوسعيدي، توا مع سي نصيف البيوي. الباساسيون كانت سهله في 3-4 ايام بريسك بالماتش؟ الحمد لله كانت باساسيون سهله، وبالمناسبه نحب نشكر المدرب انيس بوسعيدي على الخدمه الكبيره اللي خدمها في الملعب التونسي، ومرحبا بسي نصيف البيوي اللي ان شاء الله اليوم احنا نقولوا ماتش في سليمان اللي هو صعيب باذن الله ان شاء الله جايين باش نربحوا. شنو الخدمه اللي خدمتوا عليها في فتره وجيزه؟ شنو الحاجات اللي لازم يتصلحوا مع جايين سي نصيف؟ شوفوا ما فماش تغييرات كبيره باش تصير، حتى نفس الخدمه تقريب ونفس المجموعه معناها باش يكملوا بها، ما فماش تغيير كبير لا في الخدمه لا في المجموعه اللي باش تلعب ولا حتى في الخطه معناها اللي باش تكون موجوده. باذن الله ان شاء الله اللاعبين اللي مش يهبطوا الميدان باش يقوموا بواجبهم باذن الله ان شاء الله نربحوا. حافظ الشماخي المدرب المساعد لمستقبل سليمان، ما تخافش من رياكسيون تاع ستاد تونيزيان؟ بدل انترونور، ربما يتبدل ستيل دو جو نتاعها، يتبدل الرسم، قريتوا له حسابه انتم سي سامي الشيء هذا؟ اكيد، والحمد لله نحن واثقين واثقين بمجوره الكل، باش نعديهم ان شاء الله بقدره ربي مقابله مهمه ضد ادفرسير محترم محترم جدا كي هو الملعب التونسي. ان شاء الله اليوم الاولاد يقوموا بمقابله كبيره، وكما تعرف انت مستقبل سليمان ما يساومش في المدينه نتاعو، وبقدره ربي 3 نقاط وان شاء الله زينه وكا. شكرا ليك شكيب، ليك الكلمة للتعليق على الشوط الأول من مباراة مستقبل سليمان والملعب التونسي. ممتاز سفيان الوجه كالعادة، شكرا ليك زميلي سفيان، وليك الكلمة فخري الطاهري. نعم، يلا نمشيو لتشكيلة الزوز فرق ونبداو بالفريق الضيف الملعب التونسي. في حراسة المرمى علي جمل مع أحمد المقصي الليبي، هيثم العيوني على اليسار، رفيق المدنيني صحبة وليد الحسني في خط الدفاع، حمزة حدا كابيتان فريق الملعب التونسي اليوم، صبري العميري، بلال آيت مالك، حسام الحباسي، هيكل الشيخاوي، أبطا فيكتور، والمدرب أول لقاء لي نصيف البياوي في حين دكة احتياطي البقلاوي وسميلك حرس مرمى ثاني، حمزة الأمين، ديسم بن نصر، ريان بن خميس، شياب الزغلامي، بلال الماجري، سليمان كشك، حسن المسعدي، عبد الكريم بن عروس. نمشي معك لتشكيلة مستقبل سليمان شكيب. حمزة الغانمي في حراسة المرمى 31، أيمن محمود 21، 20 على الويل 18، بسام التريكي 26، على بن صالح 25، أسامة بن عياد 5، حمزة لطيفي قائد فريق 10، عزيز الشتيوي 9، رشيد العرفاوي 28، صبر همامي 14، إلفيس بافور الغاني. الاحتياطيون في تشكيلة مستقبل هذه بسليمان: أشرف عبد العفو 22 كحارس مرمى احتياطي، 3 غازي الحزامي 32، ناصف العطوي 17، حمزة السيد 11، مارك أوجونك 7، روندي تشيرينو 2، مهدي بن صالح و 27، ريان اليعقوبي 6، أنس البرباطي. طاقم تحكيم من رابطة تونس بقيادة مختار دبوس، الحكم مساعد أول رمزي محجوب، الحكم مساعد الثاني سيف الغانمي، والحكم الرابع الصادق الكومانجي، ورقب المباراة حسين أولاد أحمد، الحكم مختار دبوس رابطة تونس، مواليد سبتمبر 75 وأمامكم على الصورة. أول مباراة لهذا الموسم، أدار 7 مباريات الموسم الماضي من الحكام الأكفاء في البطولة الوطنية.
نعم، وهذه المواجهة الرابعة بين الفريقين، لكن الثالثة على مستوى البطولة، بما أنه انتصار في مرحلة الإياب كان لفريق الملعب التونسي 1-0 وفي الذهاب 2-0 لمستقبل سليمان، في حين مباراة الكأس انتهت لصالح البقلاوة. مباراة اليوم كيف ستكون، خاصة وأنه 8 نقاط كحصيلة، حصيلة من النقاط لزوز فرق شكيب باش خليه، وممكن اليوم حرارة الأقدام ستكون منتظرة في ملعب سليمان. أكيد فخري، أكيد باش يكون لقاء مشوق وحماسي للفريقين. نذكروا أنه اللقاء هذا متقدم لحساب الجولة 7 ذهاب يوم السبت 9 جانفي نادي بنزرتي نادي أفريقي، مباراة إن شاء الله ستكون مقولة على القناة الوطنية الأولى. النجم اتحاد تطاوين نهار الأحد، الترجي مستقبل الجيش مقولة أيضا على الوطنية الأولى، الاتحاد الذي من قدان النادي الصفاقسي على الوطنية الثانية، اتحاد مونسيري شبيبة القيروان والنجم الذي بالمتلوي الأولمبي الباجي. هذه بقية لقاءات هذه الجولة 7 فخري. نعم، ومع العلم أنه يعني زوز فرق، فريق رجع من صفاقس كونتر السي اس اس خسر 3-0 يعني بالملعب التونسي، وهو الشيء اللي خلاه يعني بمدرب جديد وهو نصيف البياو تو نحكيو زاد على التجربة متاع المدرب هذا، وفريق رجع من باجا بنقطة في طعم 3 نقاط بما أنه كان منهزم في المباراة، لكن يرجع عن طريق المدافع الهداف أيمن محمود اللي سجل زوز أهداف بالتمام والكمال، خليت اليوم فريق المستقبل سليمان يعود بنقطة. لحظات وباش انطلق المباراة كما قلنا في إطار الجولة 7 لهذه المرحلة بطبيعة الحال، ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين مستقبل سليمان وملعب التونسي. ونذكروا فخرين، نذكروا بالتنظيم الجيد هنا في الملعب، في ملعب سليمان، تنظيم على كل الأصعدة في لفريق معناها في استقرار في جميع المجالات إداريا فنيا مع احترام كامل إجراءات البروتوكول الصحي سواء كان من الصحفيين الإعلاميين أو حتى على الميدان. وهذه التحية شكر على العمل الكبير اللي يقوموا به صلب الجمعية، وهذا بشهادة كل العارفين بشأن الرياضي وأيضا الإعلاميين المتواجدين هنا في الملعب البلدي بسليمان. نعم، وكما قلنا يعني بالنسبة للمقاليد الفنية للملعب التونسي في مباراة اليوم، نصيف البياوي المدرب السابق للعدالة السعودي وكذلك كان خاض تجربة في قطر وكذلك درب في وقت سابق أواسط الملعب التونسي، مدرب يطمح لبداية موافقة خاصة وأنه من الصدف يعني موسم الفارط كان المدرب هذا مع النادي البنزرتي كان تسرع على حساب مستقبل سليمان، لكن في تصريحات المدرب في الندوة الصحفية اللي كانت في ملعب نادي النايفر نهار الأربعاء يعني قال بالنسبة للمجريات وبالنسبة للمباراة تختلف تماما، خاصة أنه فريق الملعب التونسي ببرشا ملعبية جد شكيب، فما زاد ممكن حتى التركيبة التكتيكية اللي باش تغير من أنيس البوسعايدي وكذلك فريق وكذلك المدرب نصيف البياو. أكيد فخري، كل مدرب عنده طريقته متاع العمل، كل مدرب عنده رؤية معينة للمباريات اللي باش يخوضها سواء كان ضد مستقبل سليمان أو المباريات القادمة، وهذا ربما اللي خلينا ننتظر وجه جديد للملعب التونسي في هذه المباراة. أنا حكيت قلت منذ قليل قبل المباراة فخري مع رئيس فرع كرة القدم الطيب بالأخوة من جانب مستقبل سليمان، وقال لي من الأسباب انطلاق المباراة هنا، قال لي من الأسباب الأساسية والرئيسية في استقرار الفريق هو التنظيم المتواصل إداريا وفنيا. نتمنى نفس الشيء للملعب التونسي ولبقية كل الفرق التونسية. قلنا انطلاق المباراة هنا في الملعب البلدي بسليمان، والتحية موجهة لكل مشجعي ومتابعي الفريقين من خلال القناة الوطنية الأولى، وأكيد باش تشاهدوا ملخص هذه المباراة، مباريات يومي السبت والأحد كالعادة ضمن برنامج الأحد الرياضي في سهرة الأحد إن شاء الله. ترجع الكرة لصالح الفريق المضيف المستقبل الذي بسليمان، ثم تتقص مرة أخرى ومخالفة يقول الحكم مختار دبوس حكم المباراة. قلنا من الحكام اللي عندهم خبرة كبيرة في مجالهم باش يتابعوا تنفيذ المخالفة لصالح الملعب التونسي. تتلعب الكرة وترجع التالي
الصبر العمالي ثم تمشي على الجهه اليمين لدفاع المستقبل الرياضي بسليمان. دقيقتين لعب والكره خرجت الركنيه لصالح الملعب التونسي على يمين الحارس حمزه الغانمي. الركنيه الاولى في المباراه والاولى طبعا كانت لصالح الملعب التونسي. بلال ايت مالك هو اللي باش يتولى تنفيذ الركنيه. قلنا على يمين حارس مستقبل سليمان حمزه الغانمي تتلفت مقوسه في القائم الثاني ما خرجتش الكره، لكن فما رايه من الحكم المساعد الاول رمزي محجوب يقول الكره تجاوزت الخط بالفعل وخرجت ضربه مرمى لصالح المستقبل الرياضي سليمان. المحاوله الاولى في هذا الشوط الاول من المباراه كانت من جانب الملعب التونسي، عمليه وفات بضربه مرمى. رجعت الكره من حمزه الغانمي عاليه راسيه اولى من هيكل الشيخاوي، رجعت في مناطق مستقبل سليمان. فما فيكتور اباتا يتابع في الكره، شوفوا مساعد الحكم قريب برشا من العمليه واشار بعوده الكره للمستقبل الرياضي بسليمان. خطا مرتكب من فيكتور اباتا النيجيري، وهذا على الصوره هيكل الشيخاوي من جانب الملعب التونسي باش تتلعب الكره للمستقبل الرياضي بسليمان. تعب عاليه راسيه اولى بلال ايت مالك، باهي الترويض بالصدر من بلال ايت مالك، ورجعت الكره من جديد للمناطق الخلفيه للملعب التونسي مره اخرى. بلال ايت مالك لعب الكره للوراء، توزع الكره بلال ايت مالك، شوف يحضر في وسط الميدان ثم يكون في نهايه العمليه في مناطق مستقبل سليمان. باهي التحذير وباهي التوزيع وتعدت الكره فوق راس فيكتور اباتا. عملية فخري كانت تختيرها الملعب التونسي في هذه الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. نعم شكيب، ثلاثة دقائق ودائما النتيجة ما زالت دون أهداف في ملعب سليمان بين الملعب التونسي اللي ينزل ضيف اليوم أمام مستقبل سليمان. تمشي كرة عجالة يسار لفريق الملعب التونسي من هيكل الشيخاوي ثم كرة في وسط الميدان ما زالت دائما لأبناء البقلاوي، بدلها كلية تمشي في اتجاه على الجهة اليمين، توصل الكرة إلى حسام الحباسي، الحباسي تمريرة قصيرة ثم ترجع له الحكم شنو يقول، ضربة مخالفة كرة مجنبة تقريبا على مرمى الحارس حمزة الغانمي تبعت تقريبا 25 متر على شباك الغانمي. أول مخالفة في الشوط الأول وفي المباراة، وكيف ستكون هذه المواجهة بين زوز فرق وبين زوز مدربين؟ قل زوز مدربين بما أنه نصيف أول مباراة لي مع الملعب التونسي، وسامي قفسي مدرب لإخذاء الفريق المستقبل منذ مرحلة الإياب للموسم الفارط، نتائج نجم يقولوا إيجابية، يحب يثبت ذاته ويحب زادة يبين القدرات نتاعو. نصيف زادة اللي جاء يعني وتولى المقاليد الفنية للملعب التونسي يريد حسم الامور منذ البدايه بوجه مشرف في اول لقاء ليه بقياده ابناء باردو. كره ضربه المخالفه، ثلاثه ملعبيه امام الكره اللي صدى الكره بافور وكذلك الفيس بافور وكذلك صبر الامامي امام الكره صحبتهم زاده على بن صالح كجدار سد بالنسبه لفريق مستقبل سليمان. وفي المقابل ضربه مخالفه لفريق الملعب التونسي، تتنفذ الكره التوزيع كانت من اقدام هيكل الشيخاوي ثم تمشي ترجع في مناطق في وسط الميدان الكره بحوزه الليبي، ترجع من اللاعب الليبي احمد المقصي، ما زالت الكره لكن من جديد تتفك وترجع لمستقبل سليمان على الجهه اليمين، يتحرك على الاطراف زوز الفرق وكانه يعني بزوز فرق يلعبوا من اجل التسجيل منذ البدايه لتسهيل المهمه، خاصه وانه مباراه الجوله الفارطه اللي كانت في بيجا بين الاولمبي البيجي وفريق مستقبل سليمان كانت بصراحه مباراه جميله برشا، فيها برشا فيها الاهداف، اربع اهداف فيها زاده فنيات وهذا نحبوا عليه في البطوله. تمشي كره لفريق مستقبل سليمان عجل يسار يحاول يمر لكن يقولوا ليه خرج رميه تميس ما يخليش على الويل يمر ضي الايسر لفريق مستقبل سليمان بنفسه باش يتولى تنفيذ الكره. تقريبا اغلب لاعبيه الملعب التونسي في مناطقهم ما عدا اباتا فيكتور النيجيري صاحب ال20 سنه، تلعب الكره رميه
التماس كي تمشي يحاول باش يغطي على كره مبدا السلامه والامانه خرج كره رميه تماس من رفيق المدنيني هو اللي امن المحطه الدفاعيه صحبه وليد الحسني في المحطه الخلفيه رميه تماس فريق مستقبل سليمان في هذه اللحظات يضغط يريد الوصول باي طريقه لمرمى الحارس علي الجمل لكن ما زالت بعد نجم كل الطرقات مغلقه ورميه تماس ستلعب لفريق المستقبل طويله ثم ترجع بالراس في مرؤوله من وليد الحسني يرجع كما جات تمشي بدون خطوره على الجهه اليسرى الملعب التونسي الشكيل. ست دقائق لعب الى حد الان التعادل متواصل دون اهداف وتحيه موجهه ايضا لكل متابعي القناه الوطنيه الاولى حتى خارج ارض الوطن. سمعت انه فما العديد من الفنيين التوانسة في الخليج العربي وحتى في أوروبا قاعدين يتابعوا في الوطني الأولى في مباريات الرابطة المحترفة الأولى. طبعا الحنين فخري أكيد يهز المواطن والابن البلد حيث مكان أين مكان لتنسم الأخبار عن طريق الوطنيتين الأولى والثانية. تحية مرة أخرى لكل مشجعي الفريقين مستقبل سليمان والملعب التونسي من خلال القناة الوطنية الأولى. التعادل دون أهداف نسق محترم إلى حد الآن بين الزوز فرق. صحيح ما شاهدناش فرص سانحة للتهديف لا من الملعب التونسي ولا مستقبل سليمان لكن واضح أنه النسق يبدو مشوق النسق يبدو مرتفع في هذه المباراة. ترجع الكرة في محور دفاع وين موجود رفيق المدنيني يلعب المدنيني الكرة باهية كانت من حسام الحباسي لكن ما تعداتش ورجعت على الويل على الجهة اليسار لدفاع مستقبل سليمان يرجع بالكرة لحمزة الغانمي. حمزة الغانمي تخرج الكرة تدريجيا من مناطق المستقبل الرياضي بسليمان رشاد العرفاوي يتيح رشاد العرفاوي يربح مخالفة. شاهدنا الحكم مختار دبوس قريب كان من العملية دون تردد صفر مخالفة ودون نقاش ايضا من جانب الملعب التونسي كان صعب القرار من جانب مختار دبوس باش تتنفذ الكره من قائد الفريق مستقبل رياضي بسليمان حمزه التيفي. رجعت الكره من جديد دينا نقرب من الدقيقه التاسعه من هذا الشوط الاول كره عند على الويل متواصله العمليه لصالح ابناء سليمان ابناء المدرب سامي القفصي تجربة متواصلة لهذا المدرب مع المستقبل الرياضي بسليمان استقرار قلنا على المستوى الفني لأبناء سليمان عكس الملعب التونسي بعد خروج البوسعايدي وتعويضه بنصيف البياوي حظ سعيد هذا المدرب الشاب. فرصة كانت تختيرا لصالح الملعب التونسي مرة جانبية لمرمى القائم الأيمن لمرمى الحارس حمزه الغانمي. شوفوا الاعاده الراسيه كانت من فيكتور اباتا مرة جانبية ضربة مرمى لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. نعم أخطر فرصة نجم نقولوا في هذه البداية وفي هذه الفترة الأولى بين الملعب التونسي والفريق مستقبل سليمان الفرصة الأخيرة اللي كانت توزيعها وكاد ياخذها أباتا لكن مرت سلامات على الشباك حمزة الغانمي. بالنسبة للزوز الفرقة نحكيو زادة على المعطيات والأهداف المسجلة والأهداف المقبولة. نتابعوا الفرصة تمشي للملعب التونسي على الجهة اليمين يمشي بها الشيخاوي ثم يحاول باش يمر تغطي ممتازة من ظهر الأيسر لفريق المستقبل السليماني. خرج كرة تمشي رمية تماس كانت من لعب الفريق المستقبل سليمان في الكرة الأخيرة التغطية كانت ممتازة من أيمن محمود. رمية تماس ستلعب لفريق الملعب التونسي كما تشاهدوا على الصورة كابيتانو فريق الملعب التونسي اليوم في هذه المباراة حمزة حدة هو اللي تكتك في العمليات الهجومية هو النجم نقولوا نقطة القوة توصل الميدان بما أنه ينوع بلغته كورة يعطي الحلول للمدرب باش تلعب كورة رمية تماس لفريق الملعب التونسي. كيف ستكون هذه الفرصة خاصة وأنه قبلها كانت فرصة أخطر على مستوى العمليات الهجومية. تمشي كورة ترجع من بالراس بن عياد كاد يحطها في الشبكة كاد يغلط بها حرس مرمية يصعد يضرب كورة حب يرجعها لكن ممكن عامل الرياح كاد يحطها على القائم الأيمن للحارس الغانمي. تمشي كورة ضربة ركنية يمشي الحركة المتميز اللي قاعد يمر بفترة نجم يقولوا
ممتازة جدا، وأعني بها اللاعب بلال آيت ملك، اللاعب الهداف 24 سنة، بركة وما زالت البركة تمشي كرة بالرأس في مرة أولى ثم في مرة ثانية. شنو يعمل بلال؟ يعمل ترويض بالزر للكرة في مرة أولى ثم يحاول باش يدور. شنو يقول الحكم؟ ضربة مرمى ستعود لفريق المستقبل الرياضي بسليمان. ضاغط حاليا فريق البقلاوة. نرجع كما قلت بالنسبة للحصيلة الفنية لزوز فرق، ونحكي شوية زيادة على الفريق ابن الملعب التونسي الفريق الضيف. خمسة ماتشوات سجل 8 أهداف وقبلت شيباكو 5 أهداف، خليه يعني في المركز الثامن بثمانية نقاط في المقابل مستقبل سليمان المركز السابع برصيد 8 نقاط، سجل هجوم 8 أهداف وقبلت شيباكو 9 أهداف. شنو نستنجو؟ نستنجو صحيح قاعد يسجل مستقبل سليمان، لكن بصراحة أخطاء ممكن على مستوى المناطق الخلفية خليته يقبل 9 أهداف، ويجب على مدرب سامي القابسي إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلال هذه المعطيات. تمشي كرة رمية تماس هذه المرة لفريق المستقبل الرياضي بسليمان، مباراة مفتوحة بين زوج جمعيات، مباراة من أجل النجم كسب الريان، من أجل إثبات زاد الذات في البداية في هذه الجولة السابعة. وتمشي كرة رمية تماس تلعب في مناطقه، وصلنا تقريبا 12 دقيقة في هذا الشوط الأول ودائما ما زلنا ننتظر الأهداف. رمية تماس سيتولى تنفيذ الكرة الليبي أحمد المقصي، خير يلعب كرة مع زميله تمشي من حسام الحباسي ثم عجاء اليسار، يحاول ينوع في الكرة فريق الملعب التونسي، ترجع من جديد في مناطق الملعب التونسي، تبادل كرة أرضي ثم خير يرجع بها إلى زميله وليد الحسني، دخل كرة وسط الميدان يمرر ثم هفوة مرتكبة لفريق الملعب التونسي في دائرة وسط الميدان، مخالفة بالفعل فخري لصالح الملعب التونسي. شاهدت إعادة لعديد المخالفات أو اللقطات الفنية، منها هذه المخالفة المرتكبة من جانب المستقبل الرياضي بسليمان لصالح الملعب التونسي. متواصل عملية لصالح أبناء المدرب نصيف البياوي معوض أنيس البوسعيدي. أمامكم بلال آيت مالك، ربح مخالفة لصالح البقلاوة، تتلعب بالكرة متواصل عملية لكن تتقطع وترجع لصالح المستقبل هذه بسليمان، مرة أولى لألفيس بافور الغاني ثم ترجع من جديد. بلال آيت مالك دقيقة 13 من هذا الشوط الأول، التعادل متواصل مشاهدينا أو في الوطنية الأولى دون أهداف إلى حد الآن بين الفريقين مستقبل سليمان وضيفه الملعب التونسي في هذا اللقاء المتقدم لحساب الجولة السابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ترجع الكرة هجوم سريع وخطير لصالح الملعب التونسي، بلال آيت مالك حط كرة على ساقه اليمين يحذر 1-2 لكن ما تعدلتش الكرة ورجعت من جديد لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. ما فماش مخالفة يقول مختار دبوس حكم المباراة من رابطة تونس، رجعت لصالح أبناء سليمان مرة أخرى، والتماس للفريق المضيف المستقبل الرياضي بسليمان، والتنفيذ سيكون للظهير الأيسر على الويل. 14 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة، التعادل دون أهداف إلى حد الآن بين الفريقين. شوفوا إعادة للعملية الأخيرة، كانت فما مطالبة بلمسة يد أو بمخالفة لكن الحكم كان موقعه مناسب للحكم على هذه العملية. مشكورين كل زملائنا اللي أملكوا في هذا النقل المباشر ملعب بلدي بسليمان، المخرج زميل محمد علي شريف، وكل الساهلين والعاملين على هذا النقل المباشر. ترجع الكرة لليس بافور، بافور في مناطق مستقبل سليمان، سن ربع ساعة في هذا الشوط الأول والتعادل متواصل دون أهداف، وهذه مخالفة لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. أمامكم على الصورة بسام التريكي، وإعادة لعملية المخالفة، كان تدخل موجود من هيثم العيوني، مخالفة صحيحة وقرار صائب فخري لصالح المستقبل الرياضي بسليمان، مخالفة أعلنها الحكم مختار دبوس.
نعم ضربت مخالفة على يسار حارس المرمى علي جمال الذي لا يد له به العصور يعطي توصياته لتأمير المحطة الخلفية. ضربت مخالفة مجنبة على الشباك ممكن ياسر باش يكون في شكل توسيعة للمحطة الأمامية لهجوم فريق المستقبل الرياضي بسليمان اللي يقوده اليوم الغاني الفيس بافور. كيف سيكون هجوم الملعب التونسي ومستقبل سليمان بما أنه زاد في هجوم الملعب التونسي نلقاو فيكتور أباتا النيجيري صاحب 20 سنة اللي سجل ضد شبيبة القيروانية. زوز مهاجمين بصراحة لزوز فرق عندهم كلمتهم عندهم ما يقولوا في هذا الموسم. ضربة المخالفة لفريق الملعب لفريق المستقبل الرياضي بسليمان كما تراو حاليا في حكم المباراة تقريب من كل العمليات الهجومية ومن كل المناطق في كامل الميدان مختار دبوس توزع الكرة تمشي ترجع كما جات مرة سلامات على المحطة الدفاعية لفريق الملعب التونسي. كما قلت مباراة مفتوحة مباراة رهانة نجم نقولوا على طريقة مباريات الكأس ثلاثة نقاط اللي باش تخلي معنويات كل فريق بأريحية أكثر باش تخلي هاي الفرصة والإعادة مشاهدينا تتوزع الكرة ثم أتمر كاد ياخذها لاعب أسامة بن عياد كاد ياخذها بالسياق لكن رجع دفاع. نمشي ونتابعوا الهجمة لفريق الملعب التونسي كما قلت تتحرك على أطراف هذه المرة على اليمين يمشي بها حسام الحباسي كاد يسجل الهدف الاول مرة سلامات كرة ممتازة الحارس المرمى والمدافع اللي يتابع كما قلت اية مالك ياخذ الكرة لكن مرة سلامات حمزة الغانمي اللي يلقاه في المكان المناسب يرتمي للكرة الأخيرة وكذلك يتابع المدافع. كما قلنا يعني اليوم مباراة فرصة بفرصة هجمة بهجمة وكرة في وسط الميدان يدور بكورته رشيد العرفاوي ثم يرجع بها للمناطق الدفاعية والموجود زميله حمزة التيفي ثم ما زال الفريق المستقبل ممكن يحب يخرج من لعبية الملعب التونسي من مناطقه من عياد وسامة ترجع له من جديد يزراسه يعطي تمريرة قصيرة ثم تفتك وترجع كرة لفريق البقلاوة من جديد من أحمد المقصي يغطي على كورته ويربح رمية دميس الإضافة تقريبا في ستة في خمسة مباريات لهذا اللاعب وهي المتابعة وهي التوزيعة تمشي بالرأس من آية مالك لكن الحارس يقول له ليه حمزة غانمي يرتمي على كرة وتصد وترد وترجع كرة أسامة بن عياد ترويض سيء للكرة تمشي رمية تميس يخسر الكرة يشيل على خسائر النجم وقوله في التوزيعات العرضية رمية تميس يشيل الليبي أحمد المقصي مع شكون باش يلعب يقرب له أباتا فيكتور يلي يلعب مع فيكتور أو ليه هذا باش نعرفوه عودة فريق المستقبل كل نجم يقوله الملاعبية لمناطقهم مع ضيف وسط الميدان نلقاو الفيس بافور تمشي كرة قريبة من منطقة الجزاء لكن تفتك وترجع كرة سليمانية كيما جات يحاول يبدأ بعد على مناطقه لكن أفوى مرتكبة على العزيز الشتيوي في تقريبا قريبة من وسط الميدان رشيد العرفاوي كذلك أسامة بن عياد تلعب الكرة على اليمين يبدلها كليا وين موجود زميله بسام التريكي ثم تمشي كرة إلى رمية تميز شكيب في تقريبا 18 دقيقة ودائما النتيجة ما زالت بيضاء تفتقد للهدف. رمية تماس لصالح المستقبل هذه بسليمان وشهدت الإعادة للعملية رجعت الكرة لأبناء المدرب سيمي القفصي رجعت من قائد الفريق حمزة الطيفي في محور الدفاع تخرج الكرة تدريجيا تبعت فرصة كانت اختيارا لصالح الملعب التونسي بعد تسديدة رأسية من بلال آية مالك. ملعب التونسي يلعب الهجوم إلى حد الآن في هذه المباراة دقيقتها 19 على الويل على الجهة اليسار تقص الكرة مرة أخرى ترجع لصالح الملعب التونسي فيكتور أباتا النيجيري كرة لصالح أبناء سليمان طويلة في اتجاه إلفيس بافور الغني مرفوعة مرة أولى مخلطت الكرة لرشيد العرفاوي لكن خرجت قصيرة من مناطق مستقبل سليمان. التحذير لرشيد العرفاوي شوفوا السرعة في عكس الهجومات من جانب مستقبل سليمان التوزيع كرة عرضية وخرجت تماس تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان هجوم معاكس كان سريع في الأثناء إعادة للتسديد الرأسية من بلال أيت مالك كانت فرصة الملعب التونسي وهذه عملية لمستقبل سليمان وفات بضربة مرمى لصالح الملعب التونسي دقيقة 20 التعادل دون أهداف متواصل. هذا على الصورة عزيز الشتيوي حامل قميص رقم 10 كرة لصالح الملعب التونسي علي جمل باش يلعب كرة طويلة أكيد علي جمل باش يرجع ضربة المرمى
لصالح أبناء باردو. هذه الدقيقة 21 من الشوط الأول والتعادل دون أهداف. نذكر دائما بنتيجة المباراة لمن التحق بنا الآن على الوطنية الأولى. رجعت الكرة لصالح الملعب التونسي ومرة أخرى تقص من دفاع المستقبل الرياضي بسليمان ورجعت من جديد. رفيق المديني يطلب الكرة لكن مخير يلعب مع الإجمل. رجعت من جديد الكرة لصالح البقلاوة. الخروج على الجهة اليمين لدفاع مستقبل سليمان تتقص الكرة وترجع سريعة سريعة وفما مخالفة. فماش مختار دابوس يقول فما مخالفة فما مخالفة لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. 21 دقيقة لعب كرة لصالح أبناء سليمان والنقاش الحوار من جانب صبري العماري أمامكم رقم 13 مع حكم المباراة مختار دابوس. هاي الإعادة فخري على الصورة. الإعادة والتدخل كان واضح من صبري العماري. مخالفة يقول مختار دابوس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. نعم تقريبا من نفس المكان ثاني مخالفة من نفس المكان لفريق مستقبل سليمان وكأن جهة اليمنى بلغة الكرة تحب فريق مستقبل سليمان. كل أفويت مرتكبة تقريبا على هذه الجهة. ضربة مخالفة هل ستأتي بجديد في ملعب سليمان؟ هذا اللي باش نعرفه. صعود تقريبا أغلب ملعبية فريق المستقبل لمناطق الدفاعية لفريق الملعب التونسي. تمشي الكرة التمهيد في مرة أولى ثم يحاول باش يسدد يفتح الزاوية لكن من بسمة ريكي ثم إخير يوزع. هذه المرة ترجع من جديد لفريق مستقبل سليمان. التزيد تمشي في يد الحارس علي جمل باهي الفكرة لكن التزيد ما هيش قوية بصراحة. كانت من أقدام لعب فريق المستقبل الرياضي بسليمان من علاء الويل. تمشي كرة في وسط الميدان حاول يمشي شق الميدان يمشي بها صبر الهمامي. الهمامي يمشي بكورته ثم شنو باش يعمل الهمامي بدل على الجهة اليمين لفريق المستقبل. توزيع ترجع ممتاز جدا من رفيق المديني. خرج كرة ضربة ركنية على يسار حارس المرمى علي الجمل. كما تشاهدوا على الصورة دفاع الملعب التونسي حاضر دفاع الملعب التونسي صامت. وهي الكرة الأخيرة كيفاش خذ الكرة بالنسبة لصبر الأمامي يمشي بالكرة ثم يمرر على الجهة اليمين والتوزيع لكن الدفاع كان حاضر. دفاع البقلاوي خرج كرة إلى ضربة ركنية لفريق المستقبل الرياضي بسليمان اللي يلعب داخل دياره بعد نقطة ثمينة من باجة بالذات من ملعب بوجمع الكميتي. هل تكون ثلاثة نقاط أو تكون التعادل ويكون كذلك الهزيمة بأن مباراة لا تقبل النجم نقولوا الحكم المسبق. وهي تمشي كرة ترجع من دفاع الملعب التونسي في مرة أولى ثم في مرة ثانية بعدها كما جات الشيخاوي ثم يخرط على الكرة ممتاز رشيد العرفاوي. العرفاوي يعمل مراوغة أولى يبعد على حسام الحباسي ثم يوزع كرة عجاء ليسار لكن رفع على راية التسلل لفريق الكرة الأخيرة كانت لفريق مستقبل سليمان. كما تشاهدوا على الصورة كان يتابع فيها الجناح الأيسر لفريق المستقبل صابر الأمامي. مخالفة باش ترجع لفريق الملعب التونسي اللي غيب عليه في هذه المباراة عصام بن خميس بتاعي الإصابة تخليه يغيب على مباراة اليوم. وكذلك فما ممكن بعض الأسماء اللي ماهيش موجودة في لا في دكة الاحتياط ولا في التشكيلة الأساسية على غرار جاك ميدينا وكذلك مبكر ديوب اليوم ماهمش موجودين اليوم في تشكيلة أبناء باردو. ترجع الكرة تمريرات قصيرة لأبناء البقلاوة في مناطقه. يحاول باش يمر يوزع الكرة إلى المناطق الأمامية ما توصلش إلى حسام الحباسي اللاعب السابق للسي اس اس وكذلك السيابي ثم تمشي يتابع في الكرة رشيد العرفاوي لكن أسبق منه خرج رمية التماس. الكرة الأخيرة كان بوستة أسبق من لعب فريق المستقبل الرياضي بسليمان. كما قلنا ما زالت بعد المباراة تفتقد للأهداف رغم أن الفرص موجودة لكن ما عدا فرصة شكيب اللي بصراحة توجع نجم نقولوا الشباك اللي تصدر الحرس الغانمي اللي كانت من آية مالك ما ثماش فرصة اختيرة ما عدا تلك الفرصة. بالفعل فخري باستثناء العملية اللي تحصل عليها بلال آية مالك والتزيد الرأسية والتصدي حمزة الغانمي ما شفناش إلى حد الآن يعني محاولات كبيرة للتهديف لا من جانب الملعب التونسي لا من جانب المستقبل الرياضي بسليمان. هذه كرة مباشرة للحارس علي الجمل حارس الملعب التونسي. تتواصل العملية لصالح الملعب التونسي. 25 دقيقة لعب والتعادل متواصل مشاهدين على الوطنية الأولى دون أهداف بين الفريقين الملعب التونسي ومضيف والمستقبل الرياضي بسليمان. هذه مخالفة
مخالفة يربح حسام الحباسي، مخالفة لصالح الملعب التونسي. ننتظر تنفيذ المخالفة لصالح البقلاوة من جانب أحمد المقصي. رجعت الكرة لعلي جمال، علي جمال خرجت الكرة توصل للرفيق المديني، رفيق المديني يلعب كرة طويلة يخليها على الويل تخرج التماس، تماس لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. على الويل في تنفيذ التماس لأبناء سليمان، توزيع طويلة الفيس بافور، الفيس بافور والكرة لصالح أبناء سليمان في وسط الميدان. علي بن صالح، علي بن صالح والكرة به المراوغة من رشيد العرفاوي، مراوغة أولى يبحث على المساندة يوزع في القائم الثاني. التسديد كيف ما جات الكرة، كيف ما جات الكرة كانت تسديدة من صابر الهمامي. دائما الكرة في مناطق أبناء الملعب التونسي تتوزع وترجع رأسية أولى والثانية. شوفوا مختار دبوس وين موجود، المخالفة كانت قريبة من حكم المباراة يربح عزيز الشتيوي. مخالفة لصالح المستقبل هذه بسليمان. هذا علي جمل حرس مرمى الملعب التونسي على الصورة، مخالفة للمستقبل الرياضي بسليمان. هاي إعادة لعملية المخالفة، وشاهدوا موقع الحكم اللي سهلوا أخذ القرارات. طبعا لما يكون قريب من العملية سواء كان لصالح الملعب التونسي أو لصالح المستقبل الرياضي بسليمان، تمركز الحكم مهم جدا في المباريات. ننتظر تنفيذ المخالفة، كرة ثابتة، 27 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل دون أهداف. مشاهدين على الوطنية الأولى، غدوة باش يكون عندكم موعد مع الدفعة الثانية يوم الأحد إن شاء الله مع الدفعة الثالثة من هذه الجولة السابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ننتظر تنفيذ المخالفة، مخالفة لصالح المستقبل الرياضي بسليمان. هل تأتي فخري بالجديد هذه الكرة الثابتة لأبناء سليمان؟ نعم، 28 دقيقة في هذه الفترة الأولى بين فريق المستقبل الرياضي بسليمان وملعب التونسي، ودائما النتيجة بيضاء. وضربة مخالفة ماهيش بعيدة على علي الجمل، ماهيش بعيدة على مرمى الملعب التونسي أمام الكرة. قاعدين نشاهدوا في صابر الهمامي أمام الكرة، ممكن ياسر هو اللي باش يتولى تنفيذ الكرة، خاصة ونعرفوا يلعب بالساق اليمين ثم يخير تلعب الكرة رشيد. في مرة أولى تنفذت الكرة كانت بالساق اليسارية لعزيز الشتيوي، ثم مرت سلامات. وكما تشاهدوا على الصورة عزيز الشتيوي تسدد الكرة لكن ترجع من دفاع الملعب التونسي. مستميت والإعادة تضرب في جدار، ثم في مرة ثانية كما جات الشتيوي يضربها لكن بعيدة تمشي من جديد في يد الحارس علي الجمل. بكل أريحية يأخذ الكرة، ممكن يعني طول القامة بتاع علي الجمل، وكذلك تجربته مع ترجي الرياضي التونسي تخليه يلعب بكل ثقة بكل أريحية. هو يعني كيفاش خذ الكرة، فما بعض الأخطاء يقوموا بها في بعض الأحيان الحراس، يعني يأخذ كرته لكن يسيبها. ترجع كرة عاجية اليسار لفريق الملعب التونسي، يتحرك من الجهة اليسرى عن طريق هيثم العيوني، ثم يخير يرجع بها للمناطق الدفاعية إلى زميله رفيق المدنيني. المدنيني مع اللاعب الليبي أحمد المقصي المتدبل الجديد للملعب التونسي، ثم تمشي كرة تفتك ترجع للملعب التونسي من جديد. المقصي في دائرة وسط الميدان إلى اللاعب هيكل الشيخاوي، شيخاوي قريب من منطقة الجزاء ما توصلش إلى آيت مالك، تمشي بعيدة كانت يعني في اتجاه بلال آيت مالك لكن ما ياخذهاش، ثم يرجع بالكرة كما قلت هذا المهاجم اللي قاعد يسجل في عديد الأهداف. تزيد لكن بجانب القائم الأيمن، فكرة ممتازة حبيبي غد حارس المرمى كانت من أقدام اللاعب صبري العميري على الصورة، ياخذ راحته ثم أوب يسدد تمشي كرة بجانب القائم الأيمن للحارس المرمى حمزة الغانمي، بنفسه باش يتولى تنفيذ الكرة. خير يلعبها قصيرة مع أسامة بن عياد، بن عياد يبدل عجال يسار إلى المدافع اللي هو برتبة هداف بما أنه قاعد يسجل في الجولة الفارطة أمام الأولمبي بيجي
الخارجي هدفين رغم انه ارتكب هفوة كلفت فريق مستقبل الاسلاميه ضربه جزاء. بن محمود يغطي على الكره يتابع فيه حاول يضغط عليه هيكل الشيخاوي حاول يفك له الكره ثم تتفك وترجع من جديد. اسامه بن عياد بن عياد يلقى الحل مع زميله في المره الاولى الوي كما جات تمشي رميه تماس كما قلنا زوز مدربين اليوم في هذه المواجهه زوز فرق بتعليمات ممكن جديده لفريق الملعب التونسي. مدرب سامي القفصي اللي يريد ان يثبت جداره مستقبل سليمان اللي صعد الموسم الفارت وقاعد يمر بنتائج ايجابيه وفريق الملعب التونسي بعد يعني هزيمه ممكن قاسيه شويه 3-0 امام السي اس اس في صفاقس بالذات كلفت يعني استقاله انيس البوسعيدي وتم يعني تعيين المدرب نصيف البياوي اللي كانت عنده العديد من التجارب خاصة في الدوري القطري والدوري السعودي. وكما قلت نرجع حتى شوية بالتاريخ بداياته اللي كانت مع قوافة قفصة كمدرب مساعد لفريد بن بقاسم. تمشي كرة الملعب التونسي ضربت مخالفة يتحصل عليها القائد شكيب لفريق الملعب التونسي وعني بيه حمزة حد. بالفعل فخري إعادة للعملية عملية المخالفة العرقلة من الخلف كانت واضحة من إلفيس بافور زميلنا صالح الداوي مشكور مدنا بسحب قرعة يعني نتائج سحب قرعة دور المجموعات لبطولة ربيعة الأبطال الأفريقية ممثل تونس الترجي موجود في المجموعة الرابعة. نعطيكم المجموعة الأولى الأهلي المصري فيتا كلوب سيمبا والمريخ السوداني. المجموعة الثانية مازيمبي سان داونز الهلال وشباب بلوزداد. المجموعة الثالثة الوداد حورية بيترو أتيكو وكايزر تشيفز. والمجموعة الرابعة اللي قلنا فيها ممثل تونس الترجي الزمالك بولودية الجزائر وتوينجيت. اذا سامحني شكيب كنت 8 وزاد السي اس اس لكن على غالب كنت 8 وزاد يكون مع الترجي التونسي كممثل. اكيد هذا دون شك فخري. تمنينا السي اس اس تكون موجودة وتواصل في رابطة الأبطال الأفريقية. هذيك الكرة السي اس اس رغم الانتصار ما تعداتش بفضل أسبقية المولودية في الذهاب تبع هذه العملية. مبروك أيضا للنجم الساحلي التخطي هذا الدور والتأهل وأيضا الاتحاد الرياضي المنسيين. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لفرقنا التونسية اللي تمثلنا في كل التظاهرات. ترجع الكرة بمخالفة لصالح الملعب التونسي تتلعب المخالفة لإعادة لعملية المخالفة. شوفوا التدخل كيفاش كان وهذه آخر عملية للمستقبل الرياضي بسليمان وخروج علي جمل قدام الغاني إلفيس بافور. رجعت الكرة من جديد لصالح الملعب التونسي من رفيق المديني خرجت في أول العملية ثم تمشي بلال أيت مالك. بلال أيت مالك ما زالت عند الكرة يعمل مراوغة يتيح ما فماش مخالفة. بالفعل كان صعب القرار. 34 دقيقة لعب إلى حد الآن التعادل دون أهداف ما زال رغم ارتفاع نسق اللعب في هذه الدقائق من الشوط الأول من المباراة. ترجع الكرة لأبناء سليمان. بلال أيت مالك حاول الضغط ما شفناش أيمن محمود كالعادة في الهجوم اليوم يكتفي بدوره الدفاعي من جانب المستقبل الرياضي بسليمان. والكرة تخرج في نهاية الأمر تخرج ضربة مرمى لصالح الملعب التونسي. شاهدوا الإعادة شوفوا التغطية على الكرة قدام أسامة بن عياد. كرة في دين الحارس علي جمل. 34 دقيقة لعب إلى حد الآن فخري في هذا الشوط الأول من المباراة. نعم وكما شاهدوا على الصورة مدرب الملعب التونسي نصيف البياوي منذ البداية خلينا نجمو نقولوا في حوار الأقدام من خلال توصياته ومعرفته ممكن لأغلب الملعب. كما قلنا هذه الجولة السابعة ذهاب اللي يدور فيها مباراة مستقبل سليمان وملعب التونسي. ومع العلم أن الملعب التونسي تنقص مباراة مؤجلة لحساب الجولة السادسة ذهابا أمام الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري بسبب يعني التزامات الإفريقية والمشاركة لفريق عاصمة الرباط
المباريات في كأس الكاف، وحظ موافق لفريق الاتحاد. ترجع كرة لفريق المستقبل على اليمين، حبيب الدلالك تمشي كرة إلى رمية تميس، قاعدين نشاهدوا على أرضية الميدان. الجناح الأيمن لفريق مستقبل سليمان اليوم ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات إن شاء الله لباس لفريق اللي لعب المستقبل الرياضي بسليمان اللي كما قلنا عنده 8 نقاط. نفس الشيء بالنسبة لفريق الملعب التونسي، ممكن يعني هاول الإعادة للكرة الأخيرة يعني لافوا عزيز الشتيوي، يعني كانت الكرة في اتجاه عزيز لكن يسقط على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات إن شاء الله لباس. مباراة النجم نقولوا عموما محترمة على مستوى الأداء، رغم أنه يعني الفرص توصل منطقة الجزاء لكن تحسن فما ديما دفاع من كلا الفريقين كما تروح حاليا، فما التوسيات أو يستغل يعني مدرب الملعب التونسي ونفس الشيء لمدرب المستقبل الرياضي بسليمان لإعطاء يعني بعض التوسيات. وهي الكرة الأخيرة واللي كانت في اتجاه الشتيوي لكن يسقط على أرضية الميدان. الوقت هذا النجم نقولوا بلغة كرة اليد وقت مستقطع، يستغلوا كلا المدربين لإعطاء التوسيات وترجع الكرة لفريق البقلاوة في مناطق الدفاع، ياخذها حمزة حدا يزرس ثم يوزع كرة تمشي على الجهة اليمين، يخرجها رمية تميس حاثر على الويل، رمية تميس يلعبها الليبي أحمد المقصي، ينتظر نجم نقولوا مساندة من زملائه، هاي توصل إلى حمزة حدا يبدل أرضية كرة في اتجاه زميله صبري العميري، العميري يرجع بها إلى المدافع رفيق المديني، ثم التوزيع حب يوصل كرة إلى اللاعب آيت ملك لكن ما توصلش. كما قلنا نقطة قوة الملعب التونسي اللاعب اللي قاعد يمر بفترة ممتازة جدا، وأعني به آيت ملك، وكذلك فيكتور أباتا النيجيري اللي قاعد يسجل وسجل أمام فريق الشبيبة الرياضية القيروانية. كرة في مناطق فريق الملعب التونسي، ونعطيكم بعض النتائج اللي حققها فريق الملعب التونسي. كان يعني يتعادل في زوج ماتشات ضد الأولمبي البيجي المجولة فارت 2-2 ومع مستقبل الرجيش 0-0، وانتصر في زوج مقابلات أمام نادي البنزرتي 2-2، وكذلك أمام الشبيبة القيروانية انتصر بنتيجة عريضة 4-0 وانهزم أمام السي اس اس 3-0. وكرة باش ترجع لفريق مستقبل سليمان في مناطق فريق الملعب التونسي حاليا، يحاول يسكر كل الطرقات المؤدية لمرمية خاصة، وإلى عادة مشاهدين والأفو المرتكبة مسك من القميص للاعب الغني بافور اللي عنده 9 أهداف في البطولة المحترفة الغنية الموسم الفارت، وسجل كذلك بأزياء فريق المستقبل الرياضي بسليمان، تخليه يعني مطالب بالتجسيد، مطالب بتقديم الإضافة شكيل. ويتم يعني انذار ومخالفة، كرة ثابتة كانت فما مخالفة وانذار في نفس الوقت من الحكم مختار دبوس. لمينا سامي بوعزيز فادني فخري منذ قليل، النجم الساحلي سيتبارى في الدور القادم مع يانغ الاسواتيني الاتحاد المنستيري ضد الرجاء البيضاوي، ونادي سفيقسي مع كيغالي الرواندي في دور ما قبل المجموعات في كأس الاتحاد الافريقي. ونتمناه ايضا للترجي الرياضي التونسي النجاح والتوفيق والثأر رياضيا طبعا من الزمالك المصري الموجود معاه في المجموعة الرابعة، إن شاء الله بالتأهل، إن شاء الله بالتوفيق لممثل تونس في كأس رابطة الأبطال الأفريقية ولأندية الثلاثة في كأس الاتحاد الأفريقي. التعادل متواصل دون أهداف إلى حد الآن في هذه المباراة، تشوفوا المسك، شوفوا الإعادة كانت من قريب، المسك كان موجود من رفيق المديني، هو تحصل على انذار، ورفيق المديني هو اللي خذ الانذار، هذا رشيد العرفاوي اللي ارتكب المخالفة منذ قليل لصالح الملعب التونسي باش تنفذ المخالفة عن طريق علي جمل حارس المرمى الملعب التونسي، تتنفذ الكرة الطويلة لصالح الملعب التونسي لكن رجعت من جديد ومرة أخرى تتقص لصالح الملعب التونسي، وعالية ما يخذهاش إلفيس بافور مرة أولى، وفي الثانية يحاول الضغط على حامل الكرة. 39 دقيقة لعب إلى حد الآن، لا تغيير في النتيجة، دائما نذكر بالنتيجة لمن التحق بالآن على القناة الوطنية الأولى. متواصلة العملية على الويل، على الويل لصالح ابناء سليمان على الجهه اليسار لدفاع الملعب التونسي، حلوه ياسر الكره بالقدم عزيز الشتيوي بعيده على الفيس بافور. 40 دقيقه لعب، هاو امامكم الغاني بافور، كانت كره بعيده عليه
توصل الحارس علي الجمل حارس الملعب التونسي 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول والنتيجة متعادلة دون أهداف دائما. نعم ما زلنا بعد ننتظر الأهداف في ملعب سليمان وكرة لأقدام البقلاوة في وسط الميدان تمشي من حمزة حدة يبدل الكرة في اتجاه العيوني على اليسار لعيوني ثم يرجع لحمزة حدة حمزة حدة يمشي بالكرة شنو باش يعمل يبدلها إلى الزميل وعلى الجهة اليمين وأعني بها اللاعب رفيق المدنيني اللي تحصل على انذار منذ حين ثم تمشي كرة على الجهة اليسار قاعد ينوع فريق الملعب التونسي توصل الكرة إلى بلال آية مالك لكن من جيد إلى الزميل ثم ممكن التغطية ثم محاصرة لسيقة الهدف الأول الهدف الأول لفريق الملعب التونسي كرة تمشي من الجهة اليسار ثم توزيع الكرة توصل إلى المهاجم فيكتور أباتا نيجيري يضرب الكرة يسكنها الشباك على الجهة اليسرى للحارس المرمى حمزة الغانمي شكيب. قلنا فخري وأن الملعب التونسي أكثر رغبة في التهديف نزل أكثر للخط الخلفي لمستقبل رياضي بسليمان وهو ينجح في تسجيل هدف أول ويأخذ به الأسبقية. شوفوا الإعادة شوفوا التوزيعة شوفوا التوزيعة كانت مليمترية على الطبقة الرأسية ممتازة من النيجيري فيكتور أباتا هدف مقابل لا شيء لصالح الملعب التونسي. نعم قلنا ننتظر الأهداف وجاءت الأهداف هذه المرة توزيعة من جهة اليسار كانت من هيثم العيوني بساق اليسار كما قال شكيب مليمترية يضربها بالرأس النيجيري صاحب العشرين سنة يحطها في الشبكة واحدة بلاش نتيجة وقتية ما كفاش لأبناء البقلاوة ترجع كرة العيوني العيوني شنو باش يعمل هو ممكن يوزع يسدد الكرة ممتاز ممتازة تسديدة يمشي للحارس لكن حاضر حمزة الغانمي برافو من الغانمي جاوب يتصدى يقول مرلول انت وزعت والنيجيري حطها في الشبكة هذه المرة يحاول يبغي يسدد الكرة لكن تلقى الغانمي يخرجها الكرة إلى خارج الميدان تمشي إلى ضربة ركنية وكأن الحوار بدأ منذ لين منذ أواخر الدقائق الشوط الأول وممكن الشوط الثاني ستكون الإثارة أكثر سيكون التشويق أكثر وضربة الركنية لفريق البقلاوة دائما على الجهة اليسار للغانمي تكتل دفاعي في المناطق الخلفية لفريق المستقبل ثم تمشي كرة التوزيع الكرة بالرأس لكن تمشي سلامات على شباك مستقبل السليمان كان ينتظر الرأسية في الكرة الأخيرة اللي بدأت هذه المرة من الجهة اليمنى بعد ما تلعب ضربة الركنية هاي الإعادة مشاهدينا وتوزيع الكرة ممكن يسر الرأسيات هي السلاح الأمثل لفريق الملعب التونسي ممكن تعليمات ممكن جديدة مع الخدمة بتبقى ما نجموش ننساو الخدمة نتاع أنيس البوسعيدي ما نجمش أي مدرب شكيب في مقابلة باش يغير كل شيء تمشي كرة في وسط الميدان ترجع بالرأس في مرة أولى من حمزة حدة ثم صبري العميري تنويع بكرات أرضية بطيئة أنيقة رشيقة لفريق الملعب التونسي ونفس الشيء بالنسبة لفريق مستقبل سليمان اللي قاعدين يلعبوا نجم قولوا بكل هدوء يلعبوا برزانة ويتمشي كرة على اليمين لفريق مستقبل سليمان يتحرك المستقبل وليعود في النتيجة قبل نهاية هذا الشوط أو لا يفك العيوني في مرة أولى ثم ترجع للرشيد رشيد العرفي وهي توزيع تمشي لعلي الجمل وكأن المباراة بدأت من توا شكيل. بالفعل فخري كأنها بدأت من توا تعرف أهمية أنه فريق يعدل يعني النتيجة في ظرف قصير وهذا اللي قاعدين يلوجوا عليه أبناء سليمان يعدل في وقت قصير حتى على المعنوي مستوى المعنويات ترتفع معنويات الملعبية فما الحارس حمزة الغانمي من جانب مستقبل سليمان ملقى على أرضية الميدان تدخل الفريق الطبي 44 دقيقة لعب إن شاء الله سلامات لحارس أبناء سليمان. انتظرنا الهدف فخري من بلال آيت مالك سحب أول هدف في بطولة هذا الموسم جاء الهدف من النيجيري فيكتور أباتا بتسديدة رأسية ممتازة أول هدف مع المدرب نصيف البياوي في هذا الموسم بعد تعويضه لأنيس البوسعيدي مازال شوط كامل في هذه المباراة هاو إعادة لعملية الهدف للنيجيري فيكتور أباتا هاو أمامكم على الصورة تتواصل إسعافات حارس مرمى المستقبل الذي بسليمان حمزة الغانمي إن شاء الله سلامات مرة أخرى والأسبقية واحد بلاش لصالح الملعب التونسي سامي القفسي وأيضا رئيس فرع كرة القدم على بنك احتياط المستقبل الرياضي بسليمان وهذا حمزة الغانمي
يواصل تلقي الإسعافات. سلامات مرة أخرى لحارس أبناء سليمان. نعم الموسم الفارط قسم تخيين شكيب انتصار لفريق الملعب التونسي وانتصار لفريق مستقبل سليمان دون اعتبار مباراة الكأس. المباراة هذه شكون باش تكون لفريق الملعب التونسي أو فريق مستقبل سليمان؟ هذا اللي باش نعرفوه على تيرة 90 دقيقة، خاصة وأنه نجم نقولوا الشبكة تحلت، فما بونتو في الشبكة اللي باش يسخر المباراة أكثر مع بداية الشوط الثاني. وهذا ثاني أهداف فخري النيجيري فيكتور أباتا مع الملعب التونسي بعد ما سجل أول أهدافه في مرمى شبيب القيروانية في الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في هذا الموسم. يقول إذن حمزة الغانمي لباس والحمد لله حارس مرمى المستقبل الرياضي بسليمان، وباش ترجع الكرة للاعب. أسبقيا نذكره هدف مقابل لا شيء لصالح الملعب التونسي بإمضاء النيجيري فيكتور أباتا على الصورة مختار دبوس، وثلاثة دقائق كوقت بدل ضائع أضاف الحكم لهذا الشوط الأول. شفنا اللوحة، لوحة الحكم الرابع الصادق الكومانجي، الحكم الرابع في هذه المباراة. 45 دقيقة لعب إلى حد الآن، متواصلة الأسبقية للملعب التونسي مع ثلاثة دقائق فخري كوقت بدل ضائع في هذا الشوط الأول. نعم ثلاثة دقائق على نهاية الفترة الأولى، ودائما التقدم للضيوف لأبناء باردو أمام فريق المستقبل الرياضي بسليمان، وكرة ترجع بضربة مخالفة لفريق مستقبل سليمان. يسرع تمشي كرة من إلفيس بافور، ثم توزيع الكرة يبدلها عجل اليسار. فخري منذ قليل قلت بعد ما سجل فيكتور أباتا الهدف الأول في الجولة الثانية وفي الجولة الثالثة، يعني مش الجولة الثانية، فيكتور أباتا سجل ضد الشبيبة القيروانية. نعم شكيب، ونتمنى بطبيعة كل المحترفين يعني في البطولة التونسية يقدموا الإضافة، إذا يعني أي جمعية كسواء يعني مستقبل سليمان أو الملعب التونسي جاي الفريق يزمك تقدم الإضافة. أكيد أكيد، سينو يعني يولي يعني لاعب تونسي أجدر، يولي لاعب شاب يعني من مدارس التكوين متاع الشبان، يولي أفضل من لاعب أجنبي ما يعطيك حتى إضافة وما يبعدش في المستوى على اللاعب التونسي. إذا كان يعطي إضافة كبيرة مرحبا، هذا اللي راه احنا كرأينا الخاص، وإذا كان ما يعطيش إضافة الأولوية تبقى للاعبين التونسي الشبان. نعم وبشرجع كرة لفريق الملعب التونسي عن طريق أحمد المقصي، والبشتولة تنفيذ رمية التمس. كرة لفريق الملعب التونسي متقدم حاليا، وبداية ولا أروع ولا أجمل زيادة للمدرب نصيف. أي مدرب يتمنى النتيجة هذه، خاصة وأنه أول مقابلة، وتمس معنوي المدرب وتمس الفريق وتمس زيادة الإطار النجم نقولوا إدارة أي فريق مع هذه البداية، خاصة مجموعة ككل يعني مجموعة ككل. نعم شكيب، خاصة وفريق الملعب التونسي طموحاته كبرت، طموحاته زاد يستنى على شنو بطولة. يقول لك كما تشاهدوا على حارس المرمى الثاني أشرف عبد العفو ممكن ياسر باش ياخذ مكانه، ومع العلم هنا زاد نربطوا مع التغيير اللي باش يتم بعد حين بداعي الإصابة لحمزة الغانمي. المدرب سامي قابسي قاعد يشارك في زوج حراس، أربع ماتشات عنده في ساقية أشرف عبد العفو، وهذا زاد من صالحه كما توا مثال شكيب وقت يتعرض يعني حارس مرمى لإصابة تلقى الحارس الثاني حاضر، لانه قاعد يلعب، قاعد يعني يكون حاضر في المباريات، يعني تلقاه بدنيا وذهنيا ايضا يبدا جاهز. وهذاك علاش اهميه تشريك اكثر ما يمكن من اللاعبين، مهم جدا لاي مدرب ولاي فريق باش يقعد محافظ ديما على نفس التوازن نتاعو. نعم اول تغيير كما قلنا بداعي الاصابه خروج حارس المرمى حمزه الغانمي ودخول اشرف عبد العفو لحراسه عرين مستقبل سليمان. عاودوا نذكروكم واحد بلاش للفريق المستقبل لفريق الملعب التونسي امام مستقبل سليمان، كما كنا شاهدوا في الهاف والمرتكبه اللي جابه ضربه مخالفه باش تتم حاليا لفريق مستقبل سليمان. تتنفذ الكره على طول عجاء لمين يصعد في مره اولى على جمال تزيد فوق المرمى، تمشي للتزيده لكن ما ستش في المدافع، تمشي الى خارج الميدان ومعها تجي نهايه الفتره الاولى اللي يقودها الحكم المباراه قاضي المباراه مختار دبوس اللي يعلن عن نهايه هذه الفتره. وقتين الشوط الثاني ننتظروا بطبيعه باش تكون اثاره منتظره شكيب. بالفعل فخري هذه اعاده العمليه الاخيره المتاحه لابناء سليمان محاوله تعديل النتيجه. نلتقي مشاهدينا الكرام مع بدايه الشوط الثاني من هذا اللقاء، الى اللقاء.